إن شاء نتكلم على الله مصر بإذن الله. والمجموعات اللي هي فيها، ومن طبعا حيث كمان القوة مصر كمان. يعني انت النهاردة المواجهات في دور المجموعات شايفينها ازاي؟ بس ليه، ايه سر زيادة عدد المنتخبات ل 32؟ هي كانت 24 دايما كانت في الاول، 24 ليه زادت من سنة سنة حوالي دي؟ 93 بقت 24. كانت قبلها كان في 16، وكان اول بطولة اتنظمت كان فيها اربع منتخبات فقط لا غير. يعني اصلا 32 ليه؟ 32 اللي هو بيحاولوا تسويقيا، يعني كمان تسويقيا انتشار اللعبه اكتر في دول اكتر، ابتدى يدي المساحه لدول في القاره الافريقيه زياده. في منتخب زي منتخب روسيا داخل بدعوه من الاتحاد الدولي، يعني هو مش متاهل من بطوله اوروبا ولكن جاي بدعوه من الاتحاد الدولي، فبيحاول يوسع شويه المشاركات وانتشار طبعا اللعبه دي حاجه اساسيه. اكيد